في درسنا لليوم راح نوضح المقصود بوصف حركة جسم عند لحظة معينة، وراح نحكي عن الفرق بين الكميات القياسية scalar quantities والكميات المتجهة vector quantities، وأخيرا راح نحسب الإزاحة بشكل رياضي. عشان نوصف حركة جسم عند لحظة ما لازم نعرف عنه ثلاث أشياء. الشغلة الأولى موقع الجسم position. الشغلة الثانية لازم نعرف سرعته velocity، وراح نفرق بين مصطلح velocity ومصطلح speed. الشغلة الثالثة اللي لازم نعرفها هي acceleration، يعني تسارع الجسم. بداية راح نبدأ بالموقع. عشان نحدد موقع أي جسم لازم يكون في عنا نقطة مرجعية، أو خلينا نحكي لازم يكون في عنا coordinate system، يعني نظام إحداثيات. ممكن هذا يكون نظام الإحداثيات cartesian coordinate، يعني بيعتمد على x و y، أو ممكن يكون polar coordinate بيعتمد على r و theta. زي ما حكينا الحركة هي تغير في الموقع، فبالتالي تغير الموقع مهم بالنسبة لنا، مش بس الموقع هو لحاله مهم. منلاحظ أن طول المسار اللي قطعه الجسم بنسميه distance، أما الخط المستقيم الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية مع الاتجاه بنسميه displacement، يعني إزاحة. ورح نفرق بين مصطلح distance ومصطلح displacement. ببساطة distance هي scalar quantity، يعني قيمة قياسية، أما displacement هي عبارة عن vector quantity، ورح نفرق بينهم على السريع. السكيلر كوانتيتي زي درجة الحرارة، ممكن تكون 30 درجة مئوية أو ممكن تكون سالب 30. بشكل عام إحنا احتاجنا إلى رقم لوصف درجة الحرارة بالإضافة إلى وحدة القياس. أما الفيكتور كوانتيتي زي القوة، لما نحكي عنا 50 نيوتن لازم نحكي الاتجاه، ممكن تكون لليمين أو اليسار، لأعلى أو لأسفل، أو أي اتجاه آخر. إذن عشان نوصف الكميات القياسية سكيلر كوانتيتيز إحنا بحاجة إلى مقدار الكمية ماجنيتيود بالإضافة إلى وحدة القياس. أما الكميات المتجهة vector quantities إحنا بحاجة إلى المقدار magnitude والاتجاه direction بالإضافة إلى وحدة القياس. نرجع لموضوعنا، الدستانس عندنا دائما بتكون موجبة، أما displacement ممكن تكون سالبة وموجبة. الموضوع هذا ما بيعتمد على إنها scalar أو vector، الدستانس دائما موجبة لأنه دائما المسافة المقطوعة موجبة، مش ممكن تكون سالبة. أما بشكل عام السكيلر كوانتيتيز ممكن تكون سالبة وموجبة زي ما حكينا في درجة الحرارة. إذا جينا بدنا نحسب الإزاحة رياضيا، منلاحظ أن الكرة تحركت على الإكس أكسس من نقطة الأصل للنقطة 4 متر. عشان نحسبها في عنا علاقة رياضية دلتا إكس تساوي إكس فاينل ناقص إكس إنيشيال. الإكس فاينل يعني الموقع النهائي على الإكس أكسس، الإكس إنيشيال يعني الموقع الابتدائي على الإكس أكسس. فبالتالي لو بدنا نحسب الإزاحة اللي صارت عندنا دلتا إكس تساوي إكس فاينل ناقص إكس إنيشيال، دلتا إكس تساوي 4 ناقص 0، دلتا إكس تساوي 4 متر. ما ننسى دائما وحدة القياس. موقع نقطة الأصل في الكوردينت سيستم عادة اختياري، يعني بنقدر نغير مكانه بدون ما يصير في عنا أي مشكلة. جرب حل السؤال في حال لو غيرنا موقع نقطة الأصل وشوف شو بطلع معاك الجواب. في المثال التالي إذا كان في عنا سيارة بتتحرك من النقطة 3 إلى النقطة 1 كيلومتر، مطلوب منا شغلتين. الشغلة الأولى نحسب الديسبليسمنت، الشغلة الثانية نحسب الديستانس. نبدأ بالمطلوب الأول، نحسب الديسبليسمنت اللي حققها الجسم. نبدأ بالمعادلة الرياضية دلتا إكس تساوي إكس فاينل ناقص إكس إنيشيال. الإكس فاينل عنا اللي هي الموقع النهائي، والموقع النهائي عنا هو صار 1، أما الموقع الابتدائي عنا 3، فبصير عنا المعادلة 1 ناقص 3. دلتا إكس تساوي سالب 2 كيلومتر. لاحظ إنه هون السالب عنا بتمثل الاتجاه، دائما في الفيكتور السالب بمثل اتجاه، يعني عكس الاتجاه، يعني احنا ماشيين عكس الكوردينات سيستم. وعادة عندنا اليمين بكون موجب واليسار بكون سالب. المطلوب الثاني الديستانس، يعني نحسب المسافة. السيارة عندنا مشت 2 كيلومتر،